سمعوز. حلاوتك يا نن زي البن في القهوة، خرجت من السجن يا نن دخلت القلب على سهوة. يا روح إلهي اللي يكرهك يا نن، إلهي اللي يكرهك يا نن يفرقوا على روح أبوه. أهوة هو الوحيد اللي لاقيه يسلم ولا يبارك، مع ان التلات سنين دول كان هو احق بيه. الحقيقه يا نون الراجل ما كانش متاخر عليا في حاجه ابدا في مده الغياب. طب دخيله كان مغرق عليا البيت. دخيله انا لاحظ مش انا اللي شلت عنه التلات سنين دول؟ اعترفت بالجريمه ودخلت السجن بداله. ده كل يوم في السجن انا لاحظ كان يساوي مليون جنيه. يا اخويا الغايب حجته معايا الله. مش البرنس اللي حجته معايا، ده كان لازم يكون اول واحد هنا. طب على الاقل عشان نتحاسب. ما تحطش في بالك بس، البرنس اخوك واكيد هيجي عشان يبارك لك. يلا يلا يا حبيبي خش انت خد حمام العافيه. الله يعافيك يا عروس يا جميله. بردور. اهلا. امال المعلم فين؟ في الحمام. كده يا برنس تبقى اخر واحد يجيني. مش البرنس اللي يجي للنن في الزحمه، انت صاحبي واخويا لازم احتفل بيك على رواق لوحدي، مش كده لاحظ؟ طبعا ده انت اخويا يا حبيبي، ده انت اخوات ربنا ما يحرمكوش من بعض. اعمل لي شربات اخويا بقى اشربه. من عينيا يا اخويا. والله العظيم لاحظ ليك كانت في عينيا. تسلم يا حبيبي. ضغط يا جدع، انت بتتكلم ازاي؟ طبعا. قول لي بقى عملت ايه في ثلاث سنين اللي قضيتهم في النادي؟ اسكت يا برنس، كانوا أسود سنين مرت في حياتي. هو ده آخر كلام يا نون؟ أيوة برنس. وأنت راضي عن كده؟ لو كنت اتسجنت التلات سنين دول كنت قلت نفس كلامي. الله، ما كلنا اتسجننا يا جدع، هو أنت أول واحد يتسجن في الدنيا؟ بس السجن تعبني يا برنس، علمني إن أنا أبعد عن طريق الحرام خالص. واللي إحنا بنعمله ده حرام؟ أمال ترويج الحاجات دي حلال؟ يا ابني ده المزاج، المزاج. أنا ما بهزرش يا برنس، أنا بتكلم بجد. على العموم حسبك تفكر. أنت عارف إن أنا ما أقدرش أستغنى عنك أبداً. عقلي أنا واحد. من عينيا يا اخويا، سيب لنا الموضوع ده. ما هنشتغل سوا، هنشتغل سوا. وافقت او ايه يا برنس؟ لا ما انت هتوافق، اختي هتقنعك. والله اختي كنت شايلها في عينيا. ربنا يديم معروف. سلام عليكم. سلام. ده تهديد بقى. برضه ما اقدرش استغنى عنك يا نون. كفايه تقل بقى يا اخي. والله ما هو تقل يا برنس، بس السجن علمني الخوف. هديني يا برنس. ما تحضرين انا لاحظ. جرى ايه يا نون؟ البرنس بيحبك ومش عايز يشتغل من غيرك. الله يا اخي، حبيتك حيه تلفح بيها. قلت ايه؟ انا ما قلتش حاجه بس. لا بس مش هنشتغل سوا، انا هنشتغل سوا. يلا على خيره الله. يلا الفاتحه بقى من ربنا. لا 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 بلاش، كلام ربنا برضه له احترام. ماشي، وحفل زواجك والشغل هتكون عندي. ماشي يا اختي. ماشي يا اخويا. يلا ولعونا في حمايتين بقى. عينيا. ايه؟ خش، عشان انا اصل دمي فاير وقاعد احرق في اعصابي من الصبح. تسمع تقول لي دول ايه؟ دول صور. يا حلاوتك، ما انا عارفه انهم صور. بتوع مين؟ بتوعي. الستات اللي في الصور دي انت؟ لا مش اني، بس اني صاحب الصور ذات نفسها. يا سيدي انا بسالك على الستات الحلوين القرفوا اللي في الصور دول، بتوع مين؟ كنت عايزانا نتناقش في الموضوع ده في المصنع وقدام البرنس. لا ده انا اتناقش مطرح ما انا عايزه، انا ما حدش يحجر عليا كمان. وشيل من دماغك بقى ان انا بتناقش عشان انا غيرانه عليك ولا انا دمي محروق ولا هتخطف في نافوك. لا انا ما اسمعش ان الستات الحلوين دول يخشوا املاك المحترم. يا ستي وانا دخلت الستات عندي؟ دول صور. ايوه حبه حبه بقى، النهارده صور بكره تدخل الستات نفسي ومطلط خان على قفايا. وبعدين معاكي بقى في الانفاص اللي انت بتقوليها دي، ايه طلتخ وفلسع؟ تعرفي لو قلتي حاجه من دي هلزقك قلم على قفاك، انت فاهمه؟ بعدين دي صورت اختك الكبيره وبنتها. اختك الكبيره حلوه كده؟ ايه طالعه لي. لا مش طالعه لك، دي ملونه بالالوان. الله، انا داخل ايه في كده بقى؟ طب انا اتاكد ازاي؟ طب عليا طعم الندى. الله يسترك يا حبيبي، ما تفولش عليا كل التفويل ده، ربنا يخليك. طيب خلاص، كنت فين امبارح؟ كنت في الهلال الاحمر. ليه؟ ابن اصلي وانا ماشي كده عربيه خبطتني في قصبه رجلي. يا ستي السوداء وريني وريني.
عايزه تشوفيها؟ اه وريني. لا فوق شوية. مفيش. فوق كمان. مفيش أي حاجة. وبص. ما تتخبط كل يوم. ضميري. ضميري تعبنا أوي أنا لاحظ إنني صاحبي. قول لي ضميرك بقى وسد نفسي وأنا لسه جاية لك. ثم لما أنت ضميرك صاحي أوي كده كنت بتحبسه ليه سنة واتنين وتلاتة؟ ما أنا لما أشتقلك واحبك ادخله السجن. طيب ادام كده بقى يلا ريح ضميرك. لاحظ يا لاحظ لاحظ يا لاحظ 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 أنا وصلك. إيه؟ أنا وصلك. لا 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 أنت جننت ولا إيه؟ ده المن عارف إن أنا عند أمي. طب ما أنا زي أمي. رجالة رجالة. مع تمنيات شعب مصر بالتوفيق لفريق مصر القومية لكرة القدم. كنت فين يا ستان؟ كنت عند أمي. أمك؟ مش شفتيش ده؟ وبعدين امك كانت هنا ولسه ماشيه. برضه كنت عند امي، رحت ما لقيتهاش، قعدت استنيتها شويه وبعدين جيت. فيها حاجه يا ننتي؟ لا ما فيهاش. احنا متشكرين قوي على معاونتك معانا. ربنا يقدرني على خدمه الشرطه ساعه البيه. بس لو كان عندك معلومات عن الراس الكبيره اللي بيتعامل معاها البرنس قول لنا عليها، تبقى اديت خدمه كبيره قوي لينا ولبلدك. انا نفسي اخدم بلدي واخدم الشرطه يا سعاده البيه، بس بشرفي انا لو اعرف لاقول. صادق يا نون. اصل البرنس ده تعبان قوي يا سعاده البيه، محدش يقدر يعرف سنه ابدا. اطمن هنعرفه، بس احنا عايزينك بقى تختفي كام يوم كده لغايه لما نخلص مهمتنا. انا تحت امرك يا سعاده البيه. هننزلك كده في القنده تقعد فيها كام يوم، بس ما تتضايقش. لا ماشي يا بيه. وهيصرف لك مكافأة كبيرة عشان تبتدي بيها حياة جديدة شريفة. متشكر يا سعادة البيه، بس أنا ليا خدمة صغيرة عند سعادتك. خير؟ توصلوا لمراتي ورق طلاقها. لا لسه بدري على الكلام ده، مش وقته.